العنوان السادس، اليوم الموعود في القرآن. سأذكر موارد قرآنية عديدة تشير إلى اليوم الموعود وما يتعلق باليوم الموعود، وطبعا كل مورد يحتاج إلى كلام وإلى بحث خاص، لكن نحن نريد فقط أن نعطي الإشارات، ويبقى على الباحثين وعلى الدارسين وعلى المتلقين وعلى من يريد أن ينتصر للحق وأهل الحق ودين الحق ومذهب الحق ونبي الحق وأمة الحق وصحابة الحق وأمهات المؤمنين الحق ولكل حق وأهل حق. سأعطي إشارات ويبقى عليكم الفهم والبحث والتفصيل. وعندما يعني أجد بعض الأمور التي تلزم أن أطرح أو أشرح أو أشير إلى بعض الأمور خلال المرور على الموارد سأذكر هذا إن شاء الله. مورد أول، الخلافة الإلهية. قال مولانا العظيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا ننسى ما ذكره ابن تيمية كيف خرج أمير المؤمنين عليه السلام من الصحبة ومن عنوان المؤمنين، من عنوان الذين آمنوا ومن عنوان الذين عملوا الصالحات. تذكرون، تذكروا هذه، ذاك النص وذاك النص الإلهي، ذاك النص القرآني ماذا قال عنه؟ قال: وهذا وعد منه صادق. هذا وعد من الله صادق، هذا وعد منه صادق، ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة. الآن أكمل ما قال، إذن هذا وعد الله، هذا وعد صادق يقول، إذن تذكروا هذا، إذن هذا وعد صادق. انتبه جيدا. مرة أتي بالمورد بخصوصه، ومرة أحتاج إلى أن أذكر الآيات القريبة وربما أيضا البعيدة حتى تكتمل عندنا الصورة ويكتمل عندنا المعنى ويكتمل عندنا الدليل الذي نريد أن نطرحه في المقام. التفت: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كلام عام، دعاء عام، دعوة عامة للدعاء عند الاضطرار، وطبعا حتى خارج عنوان الاضطرار. يقرن هذا ماذا يقول؟ ويجعلكم خلفاء الأرض. ما علاقة هذا بهذا؟ إذن هنا بالرغم من شمول هذا وشمول عنوان الدعاء والتوجه إلى الله عند الاضطرار والدعاء إلى الله مع الصدق والصفاء والنقاء وتحقق شروط الدعاء تحصل الاستجابة، يكشف الله السوء، لكن يوجد خصوصية، يوجد فرد، يوجد تطبيق متميز خاص في هذه القضية، له خصوصية. هذا الفرد وهذا التطبيق له خصوصية بحيث قرن هذا وقرن هذا المقطع القرآني بهذا المقطع الثاني: ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن عندنا هنا خلافة الأرض والعنوان الخلافة الإلهية. باء، قال تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. سورة هود.